عمي الحاج بغيتك دير لي الرقيه لبنتي مريضه اللي هاد الايام. الله يشافيها ويعافيها يا ربي، الله يشافيها ويعافيها يا رب. يلا عندها 4 شهور. واش كتبكي بالليل؟ هاد يومين تزكي لي، هاد الليله تزكي بالليل بزاف وسط النهار وتحت عينيها كحال. لا اله الا الله، الله يشافيها ويعافيها. دوزت الله يشافيها ويعافيها، قال لي شويه البرد وعطى لي الطبيب. الله يشافيها ويعافيها لاله، الله يشافيها يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، الله تعالى هو الشافي والعافي. هاتي لاله نزهه، انا نطلب منك الان الان. لاله زينب، لاله زينب، بغيتك تاخذي واحد الاناء ديال الماء، خذي معك واحد القرعه ديال الماء ولا واحد الاناء ديال الماء، ديري فيه الماء وان شاء الله ندير واحد الرقيه الان جماعيه لك لاله زينب والبنيه ديالك ولكل المستمعين والمستمعات، جميع المستمعين والمستمعات اللي معنا الان اللي ربما كيعانيوا من بعض الامراض الروحيه، اما عندهم العين واما عندهم الحسد واما عندهم السحر واما عندهم العكوسات وعندهم الموانع او اغلقت عليهم الابواب وعندهم ظروف روحيه فيها نوع من الرعب والخوف، كل هذا ان شاء الله يزول. يزول بماذا؟ بالاذكار، الاذكار الربانيه والاستعادات والتحصينات. فنطلب منكم جميعا ايها الاحباب الكرام مع لاله زينب، خذوا واحد الاناء ديال الماء وان شاء الله نقراوا فيه جميعا ما تيسر من الاذكار النبويه والتحصينات الدينيه، تكون الشفاء من كل مرض وسقم. كاين الناس اللي كيتصابوا الله يسترنا ويستركم بالعين، كيكون الانسان اللي هو منظور، يكون منظور الصورة جميلة، الهيئة جميلة، اللباس أنيق، كيعود منظور، فلما يختلط بالناس كيشوفوا فيه الناس كيضرب بالعين، إما رجال أو نساء أو أطفال، ومن ثم كيعود ديما مراد، عنده التمريض، ديما مريض، ديما مهلوك. وكاين الله يسترنا ويستركم اللي عنده الحسد. الحسد هو غير العين، الحسد هو تمني زوال النعمة. كاتك الله واحد النعمة جميلة، مال جميل، لباس أنيق، والناس كيتمنوا لو انك ما تكونش هكذا، تفتيهم، انت جيتي بعد منهم ووصلت لواحد المستوى رفيع فكيحسدوك. وربي قال لنا في كتابه العزيز من شر حاسد اذا حسد. وكاين الله يسترنا ويستركم اللي عنده السحر، عنده اعداء، اعداء كيحفروه كيقلبوا ليه على انه يدمر ويخرب، فكيقوم باعمال شيطانيه ويتاذى، إما في نفسه وإما في أولاده وإما في مقر سكنه وإما في تجارته وإما في سمعته. وكاين الله يسترنا ويستركم اللي عنده العكوسات والموانع لأسباب كثيرة، عنده التابعة، تابعة في الممشى بحال الظل ديالو، كتسبقوا كتخسر ليه كل شيء، بغى يقول له بلا خدمة كيلقى سدوا الأبواب، بغى يمشي لأي مكان كيلقى الطريق مسدود، بغى يدير أي علاقة مع الناس كيلقى مرفضوه. هذه القضية كل العلاج ديالها كيكون بفضل الله تعالى بالتحصينات. فكل واحد ياخذ واحد الإناء ديال الماء ونقرأ فيه على بركة الله تعالى، نستغفره ونتوب إليه ونقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفته ونفثه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، بسم الله عظيم البرهان، بسم الله شديد السلطان، ما شاء الله كان. نعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله
نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. بسم الله، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. بسم الله، نرقي أنفسنا من كل شيء يؤذينا، من شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر، الله يشفينا. رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. بسم الله أصبحنا، وبسم الله أمسينا، بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائدين، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، نعوذ بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما خلق وذرأ، ومن شر إبليس وجنوده. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله،
لا إله إلا أنت. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا أجمعين وعاف جميع المسلمين. اللهم عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. يا ذا السلطان العظيم، يا ذا المن القديم، يا ذا الوجه الكريم، يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا أجمعين، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. يا ذا السلطان العظيم، يا ذا المن القديم، يا ذا الوجه الكريم، يا ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا وعاف المسلمين أجمعين، عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. إنا نعوذ بك يا مولانا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا خطايانا وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذه الأوجاع فتبرأ. اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك، وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك. رحمت يعقوب فرددت عليه بصره، ورحمت يوسف فنجيته من الجب، ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وتكفلت لنا بالإجابة. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اشفنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين. لا تجعل للشياطين في أجسادنا قرارا. اللهم أخرجهم من العيون ومن الرؤوس ومن الصدور ومن البطون ومن الظهور ومن الأيدي ومن الأرجل ومن العظام ومن الأعصاب ومن العروق. اللهم أخرجهم من العروق. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا، قال اخرج منها مدؤوما مدحورا. اللهم ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الشيطان بنصب وعذاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ربنا اغفر لنا يا مغيث آغتنا، يا مغيث آغتنا. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، شافنا وشاف مرضى المسلمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشافينا وتعافينا وتدفع عنا الأذى، ادفع عنا الأذى بحق قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بحق الله. ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله، ما ذاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.